seni gördüğüm zaman bilim. اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. لقد نشرت لكم يوم أمس يا أصدقائي فيديو تظهر فيه أفرا سراج أوغلو وهي تخرج من منزل مارت رمضان ديمير حبيبها صباحا وتذهب لموقع التصوير، ويخرج بعدها مارت رمضان ديمير ويغادر بسيارته لموقع التصوير أيضا، وظهر مارت وهو يرتدي هذه القبعة السوداء. بعدها نشرت أفرا هذا الفيديو من الكرفان الخاص بها في موقع التصوير، وظهر في الفيديو هذه القبعة السوداء بجانب أفرا، وهي نفس القبعة التي كان يرتديها مارت رمضان ديمير صباحاً. هذه التفاصيل الصغيرة ينتبه إليها جمهور الثنائي دائماً في تأكيد لعودة مارت لأفرا بعد انفصالهم لمدة أشهر. شكراً للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد، إلى اللقاء.